اليوم وصلتنا غراض من الشيئين إلي وللجهال، فمتحمسين نفتحهم ونشوف شنو داخلهم. متحمس أليكس؟ وانت هيلين؟ يلا تعالوا نفتح نشوف الغراض. طبعا أول شيء جتي هاي كاملة بعدنا ما فاتحين، وهذا الصندوق. تعالوا ويانا نشوف شنو بيه. خلينا نشوف شنو موجود. أول شيء نطلع هذا الشيس ونشوف شنو بيه هذا الشيس. تعالوا هاي الكلام منو؟ علي. أجل جبوا على قدي؟ طبعا على قدك، أنا جايبت لك القياس مالتك. بالمناسبة أحذية الشيئين تخبل. شوفوا ايش قد حلو الحذاء، يجنن. وعلى فكرة شتوي حلو هذا، من نا كله فرور، من جوا كل شيء دفي. هاك أليكس. خلينا نشوف شنو هاي الكرتونة دي. يلا هسه خلينا نشوف هاي اللي ايش مدري ايش هاي اليتش. اوه هاي الهلولة. وهذا الحذاء الهيلين. شوفوا بينا خرستين ايش قد حلو. هذا همينا شتوي طبعا كلش حلو، ومنا بيفرو شايفين ماما. وطبعا هنا ضد الثلج يعني ما يزحلق. شوف ايش قد حلو كيوت. هاي حذاء هلهولة. اي خلينا يلا خلينا نشوف شنو بعد. يا اشتريتي جنبي. وهاي شنو أليكس؟ بابا لي. هاي الكوكي هاي. تمام. نشوف شنو هاي؟ بابا لي. اي هاي أليكس. البيجامة. اي. واو أليكس انت مو كنت تريدي بيجامة؟ اه. بالفرو؟ اي تبع النوم. ماما إلي. أكيد بحب حضاني تبع النوم. شوفوا. هاي إلي. هاي البيجامة لاني يدفن شتويات كلش حلوة. شرويات هذا شرويات بس كأنه دازيليا كل لون شكل. البيجامة شكل والبنطلون شكل. هاي بيجامتك اللي انت كنت تروحك تريد مثل هالفروة. ها خلص. ها ملابس. خلينا نشوف شنو بعد اكو. شو تاني افتح لك اياها؟ افتحي يلا. تعالي هنا افتحيها. خلينا نشوف المال هيلين. وعلى فكره أليكس الوسخ هذا ما تحطه بالقاع. يلا شيله شيله. يلا حط هنا بالشيس. يلا حط الوسخ هنا هنا هنا. ما يصير تكب الوسخ بالارض. شيل هاي شيل هاي اللي هنا. انطيني. شكرا. ماما يلا تعال نشوف لي. لا انتظري تعال نشوف لي بلوزه مال هيلين. شوف بابا. شوفوا هاي بيجامه هيلين. ماما شوف بابا شوف ايش عندي. بوت وبوت وملامه ما احلاها فراشات. انت تحبيهن؟ اي مو على مود هيك انا اشتريت لك اياهم. مدرك هذا الك؟ ماما اوه هذا الحذاء ما شتى. عادي جهالك مو خساره. شوفوا هذا الحذاء مال أليكس هذا كل شيء دفي. يا ويلي ايش قد دافي. شوف هسه هذا تشيز بقى. ولكم انتم كل يوميه انا اجيب لكم العاب وما هيك ما تشبعون. هاي شنو هاي؟ تعال هاي شنو؟ بطه. هاي البطه نفتحها نشوف شنو هي. بطه. انتظر شوي شويه. بطه هي تبع انا بدي اياها. وين مال هيلين؟ ما دازي ما هيلين. خلاص انتي لعم بالعياده مال هيلين. هي عياده مال هيلين.
ماما إلينو. إلي. طلعت. واو هاي شنو اسمه؟ هذا شنو اسمه؟ دبدوب. باندو. هاي وين بيجامتك الثاني هنا أليكس فرنا وهاي جرابة تريلين هاي الجرابات إليك والأليكس أوكي لا تفتحين كلهن أوقفي هذين الجواريب طبعا مال هاي مال أعياد الميلاد وهالسوالف والله ذني جهالي اختاروهن الصراحة هم حبوهن ما تعبن عين سانتا كلاوس لا هذا كود تعال 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 ماما هذا هذا هني هي اسمع هيلي ماما هذا هيلي هذا يلا خلينا نشوف هذا ايش دولا هذا هلو يومو 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 والله حلوات هذني البيجامات طبعا جهالي يموتون عليهن تعي رمهم البلوزة هاي شنو هاي كات هاي كات مياو 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 يلا هاي حطيني هنا يا وهاي شنو تعي 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 هاي مال البيجامة شو هاي اللي تحطيها؟ هاي البيجامة اي شلون طايرة هاي؟ شوفوا ما احلاها؟ يلا ماما هاي ها؟ تحيي لك اياها؟ صبري يلا هاي شنو؟ هاي مو الكم هاي اللي اعتقد لانه انا ما جايبه بس لكم الي هم انا جايبه اشياء خلينا نشوف شنو هاي لا تبكي أليكس واو هاي شنو هاي طبعا هاي البيجامه الدفي دفى يا ويلي ايش قد الدفي ثقيله الصراحه شوفوا كلها فرو من جوا كلش زينه للشتاء لا اوقفي خليني اشوف افرجيهم هاي شو شكلها شوفوا كلها فرم كلش زينه يلا فرحانة لا مفتاح اوه هاي الاليكس همين هذا الباص مال الاليكس الثالث شوفوا ايش قد حلو كلش حلو همينه فارو من جوا يدفي كلش هوايه كلش حلو هذا وعلى فكره خفيف مو ثقيل يعني من تمسكوه يجنن حبيت كلش حبيت ها مبروك ابو حلق يدفي ماما يدفي مو اي واخره يلا خلينا نشيل هاي خلينا نشوف هاي شنو بعد اوبا اعتقد هذين الغراب الي هذا الجاكيت الهلهولة وانا اللي جاكيت اليكس انت كم جاكيت جبت لك هيلين لا تعيطين شوفوا هذا الجاكيت الفرو همين كلش حلو حبيته على هيلين شوفوا ايش قد حلو يا ابو ضايف حسكر يجنن هلوس هيلين يلا فوتي جوا شوفوا ايش قد حلو يلا فوتي تعي هيلين جربي تعي جربي البسي مش تعينا داري يلا واو هيلو اشوف هاي طبعا حلو لولا عجبك باقي هاي ملاعتي طبعا ها تردون تشوفون غراضي اي 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 هاي الش هاي همينه
تعالوا شوفوا هاي همين الهلهولة. هاي تخبل البيجامة على فكرة. شوفوا هاي البيجامة شقد حلوة. مخمل. هاي النانا. هاي الهلهوشة. لا مو النانا هاي إلتش. يا نانا. شوفوا شقد حلوة بها كلو منها. كلو. تخبلوا الله هودي. بس مخمل يعني قماشه. يلا هات ماما بس اشوف ايش هاي البروف. هاي اشوف هاي الي وفر وفر شويه. اي هاي الك. وهاي الجواريب الكم. ذني الجواريب كلش حلوات على فكره، يدفن تخينات. هذني الجواريب على فكره ليش حلوات؟ ما يزحلقن، يعني الطفل من يلبسه ويمشي ما يتزحلق. هاي لان اغلب الجواريب اوكي ذا الالي اغلب قاعد يقلد علي. اعطيك اياه بس هذني كانه صغار. لا هن يجن للكعب يعني. بيجامه مالتك ما راويت لهم اياه. شوفوا هاي البيجامه مال اليكس ايش قد حلوه همينه. طبعا وصيتهم بناء على ذوقه. نعم هو كان يقول لي ماما اريد منها ذني. هو يتفرج يقول لي ماما راويني، واقول له هاي عجبتك؟ يقول لي اي فاحطها بالسله واجيب اللي هي. جيب هذيك الثانيه. نجيب مالت البيجامه بالارض. باعوا هاي همينه كلش حلوه هيك. حلوه. هاي بالشتا كلش يدفن. شوفوا. يلا شيلهن بيجاماتك وفر. حطني هناك بيجاماتك. يلا. هو بطي. هاي الهلهولة. وهذا همينه للشتا كلش يدفي. هذا للشتا. شوفوا ما احلى. شوفوا ما احلى. شوفوا هذا حذائك هلوشة. هذا حذائك هلوشة.